بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما كان الحديث في السيشن اللي فات عن ستيكي بالمعنى المطلق، يعني الستيكي دي دايما هتكون موجودة معايا. يعني أنا لو رحت في الكود بتاعي ومثلا الوسوم دي وسم البي عملت له مثلا دبليكيت ما شاء الله من المرات وحفظت وعملت ريفريش، ماشي الكونتنت بتاع الصفحة بتاعي زاد، لكن الستيكي قاعدة موجودة في نفس المكان. المرة دي بقى احنا هنحاول نربطها بجزء معين من الصفحة تبقى ستيكي عنده، بره منه ما تبقاش ستيكي، ده اللي احنا هنحاول نحكيه ان شاء الله باذن الله. طيب ايه السيناريو؟ السيناريو بمنتهى البساطة اني انا هعمل رو تاني، فعلشان كده انا مضطر اني اعمل ديفيجن بكلاس رو. تمام؟ وهحط جوه منه كل الكلام ده يعتبر صف جوه منه. وانا هقفل الديفيجن ده. ده كده عندي رو اللي هو ب 12 عمود 6 و6 مقسومين. اوكي جميل، هروح اعمل دلوقتي واحد تاني الجانب ده جانب تنظيمي. تمام، وده بتعتبر رو جديد. تمام رايت، واروح اعمل فيه ايه بقى؟ انا هروح واخد فيه الديفيجن اللي فيه الست اعمده دول يا جماعه، رايت، وهاخده الكوبي واحطه جوه هنا بيست. اوكي جميل كده، انا معايا رو فيه ست اعمده وفي صف جديد والستيكي بتاعي. يعني لو انا برضه عملت ريفرش هلاقي ان الكونتنت بتاعي بس هو كل القصه ان هو زاد شويه. طبعا الامور مش مظبوطه لان انا ما كملتش على السته بتاعت الرو الثانيه. تمام، انا بقى انت عايز ايه؟ انا عايز بالظبط اللي انا هحاول اعمله، اني هوقف حدود الاستيكي عند الستة الاولانيين دول. طيب ساعتها انت محتاج طريقة تربط بيها ما بين الاستيكي ما بين الكونتنت اللي راح تقف عنده. تمام، انا عايزها تقف عند الستة اعمدة الاولانيين دول، عند الكونتنت الاولاني ده. بره ده لما تنزل عند الستة التانيين او الصف التاني تقف، الكونتنت يبتدي يظهر. تمام اوكي. طيب عايز تعمل ايه؟ بمنتهى البساطة هروح احط للكلاس ده اي دي، لازم اربطهم ببعض، ولنفرض انا هديله القيمة ستيكي. طبعا القيم الاي دي انا بحطها من عندي. النقطة الثانية، حضرتك محتاج عند الكلاس نفسه اللي هو اخذ الستيكي يا جماعة، محتاجين خاصية جميلة خالص اسمها داتا هايفن انكر للدلالة على الارتباط، وهتسويها بقيمة الاي دي اللي حضرتك كتبته فوق. فانا لو عملت كنترول سي وحطيتها هنا بكنترول في وعملت كنترول اس ورحت بريفريش، الاقي اني المفروض اني عند اول ست كولومز تبقى ستيكي، لكن لما انزل عند بالظبط اول ما بنزل عند الرود الجديد فلاقي انها مش ستيكي خلاص، دي دخلت في كونتنت تاني ما بقتش القيم بتاعتي ستيكي يا جماعه. تبقى هي ستيكي عند اول ست كولومز، لكن لما تنزل تحت الوضع بيبتدي يتغير معاك. ده اللي احنا كنا بنحاول نحكيه في السيشن ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.